مركز لحفظ البيانات ونقل البيانات والمعلومات. رئيس قال دي حاجة تكلفتها ضخمة جدا جدا جدا، مش مليارات الجنيهات وإنما مليارات الدولارات. هقتبس جزء من مناقشة حصلت بعد هذه الكلمة ما بين الرئيس والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإنه لو احنا بنربط كل المستشفى، وكان ايضا وزير الصحة، لو احنا بنربط كل مستشفيات الوزارة التكلفة قد ايه؟ خلي بالك مستشفيات القطاع الصحي بس، مش بس كده، ومستشفيات الوزارة مش المستشفيات الجامعية. طب ربط كل مستشفيات الوزارة يكلفنا ما يقترب من حوالي مليار دولار. فالرئيس قال له طب ولو هنربط الجامعي؟ قال له مليار تاني. قال له طب لو هنربط معاه مستشفيات القطاع الخاص؟ قال له التكلفة هتزيد. قال له كويس جدا، مهم عندي قوي انه نعرف التكلفة ونبقى دارسين احنا بنعمل ايه كويس وتكلفة ما بعد انشاء هذه المنظومة المتكاملة، يعني تكلفة الصيانة وتكلفة التشغيل، كل ده تكلفة، تكلفة ضخمة. انت طول الوقت بتتساءل يا جماعة احنا بنكلف ده ليه؟ خلينا يمكن الرئيس شرح، وخلينا كمان ناخد معانا على التليفون دكتور ريم بهجت رئيسة جامعة مصر المعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا، شكرا للدعوه الكريمه. لا ده احنا اللي نشكر حضرتك، ويعني اقدر اقول لكل العاملين في هذا الحقل وفي هذا المجال مبروك والله ينور، طبعا مما لا شك فيه. والله انا موافقه تماما، مش كده؟ الحقيقه اللي اتشاف النهارده فخر، ويعني حاجه عظيمه ان احنا نشوف ان ده بيحصل في بلدنا حقيقي. طيب ده يجي سؤال بقى مهم يا دكتوره، ليه ده شيء مهم وفخر لبلدنا؟ بداية عشان حضرتك تعمل مركز بهذه الضخامة، هم الحقيقة أكتر من مركز للبيانات والحوسبة السحابية، مش مسألة تكلفة بس، مسألة تجميع لكل هذه البيانات، مسألة إن بياناتنا كده مش متنطورة في أماكن أخرى وفي يعني أماكن مع مش بتاعتنا، بس هو أكتر من كده. حضرتك بتوفر بنية تحتية وقاعدة للبيانات وللتعامل معاها وللتحليل عالي جدا. حضرتك ممكن تستضيف في هذا المكان بيانات لجهات أخرى لو تحب، جهات جوه البلد أو حتى بره طالما في أماكن تساع لده، وبالتالي ده بيفتح فرص عمل كبيرة وفرص تدخل دخل. يعني احنا مش بس بنوفر ان احنا نطلع بياناتنا وتستضاف في الخارج، احنا ممكن الموضوع يكبر اكتر من كده ونبقى احنا مركز لاستضافه بيانات. طب ده شيء عظيم جدا. هذا النوع من التكنولوجيا يا دكتور ريم والعاملين بهذا الحقل، اولا هذا النوع من التكنولوجيا من الوارد جدا ان هو يغير لي في بنيتي التعليميه، سواء اذا كان ما قبل الدراسه الجامعيه او الدراسة الجامعية نفسها وما بعدها، وبالتالي هيطور لي كمان، وصححيني لو أنا غلطان، مستوى الخريج، وهيطور لي كمان قدراته وأدواته في العمل فيما بعد ذلك، فيصبح مطلوب بشكل عالمي. أنا كده مظبوط ولا بحلم؟ بالتأكيد، لأن التخصصات دي تخصصات مطلوبة، مطلوبة مبارح ومطلوبة النهاردة ومطلوبة للمستقبل، وبتتطور بسرعة، وبالتالي كل ما طورنا من نفسنا كل ما لازم نطور كمان من الخريجين ومستواهم والتكنولوجيا اللي بيتعلموها عشان يقدروا يخدموا في هذه الأماكن ويخدموا في العالم ويخدموا حتى وهم هنا. لو حضرتك تتذكر في الاحتفالية اليوم حصل حديث عن التعهيد، وهي مراكز بتفتح لمصر من شركات كبيرة وبتفتح مراكز تعهيد، بمعنى ان الخريجين بتوعنا ممكن يشتغلوا وهم في مصر وبيشتغلوا لاماكن واماكن كبيره حتى في الخارج ومن وهم جوه مصر، وبيقبضوا بالدولار وبالعمله الصعبه. عظيم. فاكيد كل ده بيفتح فرص عمل، ودي ما بتبقاش بتكلفنا احنا كتير، بتكلف عقول متعلمه كويس وبتطور من نفسها على طول. العقول دي في وقت من الأوقات بتبقى مديرين تنفيذيين CEOs، فبتبقى أرقامهم السنوية فوق الخيال، عشان في بعض الناس مش متصورة ده. طبعا. وبرضو مستوى العلمي أو مستوى التخصصي والمهني بتاعهم
بيفرق في المبالغ اللي ممكن ان هم يبقوا بياخدوها من شغلهم، وشغلهم وهم في بلدهم انما بيشتغلوا على مستوى عالمي، فده شيء مطلوب ورائع يعني. طب ازاي يا دكتور ريم هذا المركز ممكن يبقى في خدمة المنطقة بالكامل؟ المركز بقدراته ممكن ان هو يبقى مركز بان هو بيستضيف، زي ما احنا كنا بياناتنا بتستضاف في الخارج، المركز نفسه ممكن ان هو يستضيف بيانات طالما هو متأمن كويس، طالما هو بيقدم خدمة سريعة وجيدة. فاحنا ممكن ده يبقى مركز مش بس للبيانات في مصر، انما كمان لبيانات لدول اخرى محيطة محتاجة الاستضافة. هيك لما جوجل بدأت في العالم، جوجل كانت عاملة مراكز ضخمة في بعض الأماكن المختلفة في العالم لاستضافة كم البيانات اللي هي عندها وبتستخدمها واحنا بنستخدمها. احنا كنا احنا يبقى عندنا مثل هذا المركز الرائع اللي شفناه الحقيقة النهاردة، ده شيء هيخدمنا ويعني هيوفر وهيجيب لنا استثمارات الحقيقة. والدولة مهتمة إن هي تستثمر بقى في العقول وفي تدريب كفاءات جيدة من خلال اللي هو الاهتمام بالتخصصات دي على مدى السنوات الماضية الحديثة، يعني اهتمام كبير، تخصصات الذكاء الاصطناعي، البيانات والتعامل معها، معالجة البيانات وهندسة البيانات، الأمن السيبراني، كل دي تخصصات مطلوبة وفي اهتمام بيها. ويعني تم تتويج برضو ان احنا احد الجامعات اللي هي بقى احنا جامعة انشئت خصيصا، جامعة مصر المعلوماتية، لهذا للتخصصات دي. صحيح. لما طبعا دي التخصصات مهمة جدا، مهمة لمصر ومهمة للخارج. صحيح. انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر دكتور ريم بهجت رئيس جامعة مصر المعلوماتية بالعاصمة الادارية الجديدة.